السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم مع بعض حاجة بسيطة جدا، لو هنحاول بس اننا نفضي مساحة من على السي، او بكل بساطة الناس اللي عايزة يبقى الملفات المهمة بالنسبة لها متبقاش موجودة على السي، متبقاش موجودة على الديسكتوب، متبقاش موجودة جوه الداونلود. دي الأداة اللي هنستخدمها النهاردة، في منها إصدارين، 64 بت و 32 بت. غالبية الناس هتلاقيها تقدر ان هي تستخدم 64 عادي. لو انت الويندوز بتاعك لسه 32 بت، يبقى الملف الاولاني هو اللي هتختار. هنسطب بالشكل ده زي ما احنا شايفين، نضغط يس عشان يرستر الويندوز اكسبلورر تاني. بعد كده هنخش على المكان الاساسي اللي فيه الفولدر بتاع الداونلودز او الديسكتوب، هتلاقيه في السي يوزرز. دي مش شرط ان تكون عندك نفس الاسم اللي عندي هنا، اكيد طبعا هتبقى باسم المستخدم بتاعك. هنا بقى ليك مطلق الحرية، انت تختار، سواء هتختار الديسكتوب، هتختار الدوكيومنت، هتختار الداونلود. الناس اللي عايزة تحتفظ بتسييفات الألعاب ممكن هتلاقيها موجودة تحت في الفولدر بتاع سيفد جيمز كده. عايز تحتفظ بالصور لو انت بتحطها على السي، عايز تحتفظ بالفيديوهات، كل ده يرجع لك تمام، مفيهاش اي مشكلة. نفس الطريقة في كل الملفات. دلوقتي هنفتح المكان اللي هنحاول اننا ننقل الملفات عليه. كليك يمين عليهم أول ما يتنقلوا، ناخد باك لينك سورس. لكن هنرجع للمكان الأساسي قبل ما الويندوز يعمل الملفات دي، لأن هما بالنسبة له ملفات مهمة جدا، هيحاول إن هو يعملهم تاني. نعمل دروب أز، نختار جانكشن بس كده، هيعمل حاجة نفس الفكرة بتاعت الشورت كات، بس هي مش شورت كات. بعد كده الملفات لما تبقى موجودة في الداونلودز على الدي هنا، هي فعليا موجودة على الدي، بس الجهاز ما زال شايف ان هو عنده نسخة منها موجودة على السي، مش هتعمل معاه اي مشكلة طول ما الهارد بتاع الدي موجود. لو انت عندك هاردين على الجهاز مش هتحس بأي مشكلة، لو السي حصل فيه اي مشكلة خلاص ملفاتك كلها موجودة في الامان، مفيش اي مشكلة عليه.